السلام عليكم العاشرة مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، أهلا بكم ونستهل النشرة بالعناوين. السلطنة والمملكة المتحدة تتفقان على إبرام اتفاقية دفاع مشترك لتأطير التزام دفاعي وتدريبي لتحقيق المصالح المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء العنف في اليمن وإجراء محادثات دون شروط مسبقة. طهران تؤكد قدرتها على إدارة شؤونها الاقتصادية بعد إعلان واشنطن عودة العقوبات الاثنين المقبل مع إعفاء 8 دول من الحظر النفطي. تركيا والولايات المتحدة تبدأان تسيير دوريات أمنية مشتركة في مدينة منبج بشمال سوريا. وأيضا تتابعون في نشرتنا الاقتصادية. أسعار النفط العالمية تشهد ارتفاعا طفيفا وسط آمال بإمكانية حل الخلافات التجارية بين الصين وأمريكا. وفي أخبار الرياضة تتابعون. ظفار يؤكد صدارته القسم الأول من دوري عمان تل لكرة القدم بثلاثية في مرمى مسقط، وأمجيس يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب نادي سوا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشارلز أنجيلو سافارين رئيس كومنولث الدومينيكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته وللشعب الدومينيكا الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته وللشعب بلاده الصديق. اتفق كل من السلطنة والمملكة المتحدة على إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين الصديقين تهدف إلى تأطير التزام دفاعي وتدريبي يحقق مصالحهما المشتركة. جاء ذلك خلال البيان الذي صدر عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت صباح اليوم بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج بين كل من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي جيفين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني. واتفق الجانبان على إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين الصديقين تهدف إلى تأطير التزام دفاعي وتدريبي يحقق مصالحهما المشتركة. وتأتي هذه الاتفاقية لتسطر صفحة جديدة في تاريخ علاقة البلدين وتوحيد جهودهما لضمان أمن البلدين وسيادتهما. كما اتفق الجانبان على البدء في إعداد صياغة الاتفاقية المذكورة. وتم خلال جلسة المباحثات استعراض علاقات التعاون في المجال العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وتم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. وتأتي زيارة معالي وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له إلى السلطنة لحضور فعاليات البيان العملي الختامي لتمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3 الذي تنفذه وحدات قوات السلطان المسلحة مع وحدات من القوات المسلحة الملكية البريطانية. وخلال اللقاء شهد معالي وزير الدفاع البريطاني بالاحترافية التي نفذ بها التمرين المذكور بين القوات المسلحة بالبلدين الصديقين، إذ ساهمت الخبرة المتبادلة بين الجانبين في تحقيق النجاح، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. حضر جلسة المباحثات معالي محمد بن ناصر الراسبي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
بينما حضرها من الجانب البريطاني سعادة السفير هامش كاول سفير المملكة المتحدة المعين لدى السلطنة، والفريق أول السير كريس ديفيريل قائد القيادة البريطانية المشتركة، والفريق بحري تيموثي فريزر رئيس العمليات المشتركة، والفريق السير جون لوريمير كبير مستشار الدفاع في الشرق الأوسط والعميد بحري ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية بمسقط، وعدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة البريطانية. هذا واستقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول السير نيكولاس باتريك كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني الذي يزور السلطنة حاليا لحضور فعاليات البيان العملي الميداني بالذخيرة الحية لتمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3 الذي ستنفذه قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية يوم غد السبت بمنطقة الرماية الحية بولاية تمحوت. وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فعاليات البيان العملي الختامي لتمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3. حضر المقابلة عدد من كبار الضباط برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها من الجانب البريطاني الفريق السير جون لوريمر كبير مستشار الدفاع للشرق الأوسط وعدد من كبار الضباط البريطانيين. وصل إلى السلطنة كل على حدى الفريق الركن حمد محمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بقوة الدفاع بمملكة البحرين، ومعالي الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، والفريق الركن طيار غانم شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بدولة قطر، والفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الكويت، والوفود المرافقة لهم في زيارة للسلطنة لحضور فعاليات البيان العملي الميداني بالذخيرة الحية لتمريني الشموخ 2 والسيف السريع 3 الذي سيقام في منطقة الرماية الحية بولاية تمحوت. وكان في استقبالهم لدى وصولهم قاعدة السيب الجوية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، كما كان في الاستقبال عدد من الملحقين العسكريين والقائمين بالأعمال بسفارات دولهم بالسلطنة. استقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول مارك كاريلتون رئيس الأركان العامة البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التمرين المشترك السيف السريع 3 وفعاليات البيان العملي الختامي الذي سيقام غدا السبت. كما استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول طيار ستيفن هيلر رئيس أركان سلاح الجو الملكي البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا. وقد تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين سلاح الجو السلطاني العماني وسلاح الجو الملكي البريطاني، لا سيما التمرين المشترك السيف السريع 3 وفعاليات البيان العملي الختامي الذي سيقام غدا السبت. واستقبل اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول بحري السير فيليب جونز أمير البحار ورئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات البحرية، لا سيما التمرين المشترك السيف السريع 3 وفعاليات البيان العملي البحري الختامي الذي سيقام يوم غد السبت.
دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء الصراع في اليمن ووقف العنف بشكل فوري حول المدن والمرافق الحيوية، وحث كل الأطراف على إجراء محادثات بنية طيبة دون شروط مسبقة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات للصحفيين في الأمم المتحدة إن على كل أطراف الصراع في اليمن السماح بدخول الواردات التجارية والإنسانية مثل الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى. أعلن التحالف عن شن غارات جوية استهدفت قاعدة جوية في العاصمة صنعاء ومواقع عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله. وقال المتحدث باسم التحالف إن الغارات دمرت مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلم الجوية بصنعاء، مضيفا أن مطار صنعاء الدولي ما زال مستمرا بالعمل أمام حركة الطائرات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى. وتزامنت هذه الغارات مع إعلان الحكومة اليمنية استعدادها لاستئناف محادثات السلام ودعوات دولية لوقف إطلاق النار باليمن. أكدت إيران أن لديها المقدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الجديدة التي ستعلنها الولايات المتحدة على القطاعين النفطي والمالي في 4 نوفمبر الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن واشنطن لن تستطيع تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية من خلال هذه العقوبات، مجددا التزام بلاده بالاتفاق النووي. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على إيران في أغسطس الماضي عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع طهران تم التوصل إليه في 2015، إلا أنها خففت العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. من جانبها قالت الولايات المتحدة إنها أعادت فرض كافة العقوبات التي رفعتها عن إيران في السابق بموجب الاتفاق النووي عام 2015. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء طهران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا وإيقاف نشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية، مشيرا إلى أن بلاده ستصدر إعفاءات مؤقتة ل8 دول تستورد النفط الإيراني لشهرين إضافيين. ومن المقرر أن تدخل الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ 2 المقبل، حيث ستنال الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني وشركات أجنبية. بدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في مدينة منبج بشمال سوريا. تسير الدوريات المشتركة تنفيذا لاتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن في يونيو الماضي حول مدينة منبج لنزع فتيل التوتر في المنطقة بين تركيا والمقاتلين الأكراد. وقصف الجيش التركي خلال الأيام الماضية مواقع لقوات مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، كما لوحت أنقرة بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا. بدأ 15,000 جندي أمريكي الانتشار في لاكلاند بتكساس على حدود المكسيك، بينما تسافر قافلة تضم آلافا من المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة. ويعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حشد الدعم للمرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 6 نوفمبر من خلال موقفه بشأن الهجرة. ويسعى رئيس ترامب إلى تغيير اللوائح الأمريكية بحيث لا يستطيع الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني التقدم بطلب للحصول على اللجوء والعيش فيها أثناء التعامل مع طلباتهم. عثرت السلطات الأندونيسية على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في البحر وتوفي كل من كان على متنها. وأشارت السلطات إلى أن الاطلاع على تسجيلات الصندوق قد يستغرق 3 أسابيع.
بعد أيام من سقوط طائرة ليون أير، عثر غواصون أندونيسيون على واحد من الصندوقين الأسودين للطائرة التي سقطت قبالة سواحل العاصمة جاكرتا، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وعددهم 189 شخصا. عثرنا على أحد الصندوقين الأسودين، لا نعرف ما إذا كان هذا صندوق تسجيل بيانات الرحلة أو صندوق تسجيل الأصوات داخل قمرة القيادة. وقال وزير النقل الأندونيسي إن السلطات في تواصل مستمر مع شركة بيونغ للمساعدة في وضع معايير للتحقيق في أسباب الحادث، مشيدا بجهود الفرق التابعة لهيئة البحث والإنقاذ إلى جانب الجيش في العثور على الصندوق. وينتظر أن يقدم الصندوق معلومات عما حدث على متن الطائرة. وتقول السلطات إن تفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين قد يستغرق 3 أسابيع، كما أن تحليل تلك البيانات قد يحتاج فترة تصل إلى 6 أشهر. واختفت الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في بحر جافا بعد أشهر قليلة من دخولها الخدمة، حيث كان آخر اتصال لها ببرج المراقبة قد انقطع بعد طلب قائد الطائرة العودة إلى مطار العاصمة جاكرتا. النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد الفاصل. تجليات بصرية، معرض فني لأوائل الفنانين التشكيليين العمانيين. السلطنة والمملكة المتحدة تتفقان على إبرام اتفاقية دفاع مشترك لتأطير التزام دفاعي وتدريبي لتحقيق المصالح المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء العنف في اليمن وإجراء محادثات دون شروط مسبقة. طهران تؤكد قدرتها على إدارة شؤونها الاقتصادية بعد إعلان واشنطن عودة العقوبات الاثنين المقبل مع إعفاء 8 دول من الحظر النفطي. تركيا والولايات المتحدة تبدأان تسيير دوريات أمنية مشتركة في مدينة منبج بشمال سوريا. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتشجيع على التفكير الإبداعي في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات أهم محاور فعاليات مسابقة ساس 48. المسابقة يشارك فيها 100 من المطورين وخبراء التسويق ورواد الأعمال ومديري المشاريع. تدشين مسابقة ساس مدتها 48 ساعة جاءت بعد النجاح الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تشجيع وتحفيز مجموعة من رواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة على الاهتمام بمجالات الابتكار وتطوير الأعمال من خلال طرح مشاريع وأفكار جديدة. الهدف من الفكرة هي منصة بين الأشخاص الموهوبين اللي عندهم مواهب وقدرات خاصة ممكن أن يقوموا مشاريع من في المنزل،
وفي نفس الشيء عندنا ناس عندهم مشاريع بس ما محصلين اشخاص يقوموا بهذه المشاريع. فهذا البرنامج فريلانسر نتورك راح يكون منصه بين الموهوبين وبين اللي محتاجين اشخاص يقوموا لهم بهذه المشاريع. فكرتي ان اجمع كل هذا الاشخاص اللي عندهم مشاريع في المنزل واحطهم في وان اريا بحيث انه الكستمرز قدروا يوصل هذا المشاريع بكل سهوله. تطبيق اللي هو توليفه نحن هنا ندعم المشاريع الموجوده في المجتمع وتسليط الضوء عليها وتجميعها في منصه واحده لتسهيل للكستمر وفي نفس الوقت لتسهيل اصحاب المشاريع انهم يوصلوا فكرتهم للمجتمع. فكره المسابقه تعتمد على اختيار 100 مشارك من المطورين وخبراء التسويق ورواد الأعمال والباحثين عن عمل ومديري المشاريع، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات لتنفيذ مجموعة من الأفكار في مجالات تطبيقات الهواتف الذكية أو شبكة الإنترنت في مختلف المجالات كالسياحة والدعم اللوجستي والبيانات المفتوحة في 48 ساعة متواصلة. موجود اليوم تقديم كلمة تحفيزية للشباب واللي دعمهم هنا ولأي مشورات من الشباب، لأن احنا نريد نتمنى من هذه المشاريع أن تتحول إلى شركات شبابية رائدة في المجتمع وتغير تماما المشهد في الموجود حاليا في مسقط. مشروعنا عبارة عن توفير خدمات للعروسة، توفير منصة لصاحبات الأعمال مثل ميك اب ارتست، مثل بعض الصوالين نجمعهم جميعا، بعض محلات الفساتين، تاجر الفساتين نجمعهم جميعا في منصه واحده. الفكره اللي نحن عرضناها ويعني باقه او بما يسمى بلاتفورم، نجمع فيه شركات صغيره ونوصلها بابسط طريقه ممكنه الى الشركات الكبيره عشان نقدر نغطي فكره ال 10% اللي هي مطروحه من الحكومه الى الشركات الاس ام ايز او المؤسسات الصغيره والمتوسطه. وتعتبر مسابقة ساس من المبادرات التي تستهدف شريحة مهمة في المجتمع من المطورين والمهتمين بتقنيات وتطبيقات الهواتف الذكية. إن طرح مشاريع وأفكار جديدة تعزز من ريادة الأعمال وفي نفس الوقت تشجيع الشباب على تأسيس شركات عمانية ناشئة في قطاع تقنية المعلومات وتحديدا في مجال تطبيقات الهواتف الذكية. سعود بن سعيد المعولي، مسقط. ومن عالم التقنية إلى عالم المال والأعمال والنشرة الاقتصادية مع طلال الكلباني. حياكم الله. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 71 دولارا و90 سنتا للبرميل، وشهد سعر نفط عمان انخفاضا بلغ دولارا واحدا و80 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 73 دولارا و70 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 78 دولارا و72 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار 6 دولارات و8 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي. عالميا، سجلت أسعار النفط ارتفاعا نتيجة لزيادة الاحتمالات بشأن حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73 دولارا و4 سنتات للبرميل بارتفاع قدره 15 سنتا، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات مسجلة 63 دولارا و76 سنتا للبرميل. وقال متعاملون إن ارتفاع الأسعار جاء بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأمريكي عززت الآمال في إمكانية حل خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن سعر سلة خاماتها 15 تراجع بواقع دولارين و60 سنتا ليستقر عند 72 دولارا و64 سنتا للبرميل. وذكرت أوبك أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52 دولارا و43 سنتا للبرميل. وتضم سلة أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا،
وكان وزراء الدول المصدرة للنفط من داخل وخارج أوبك قد اتفقوا نهاية شهر سبتمبر الماضي على دعم الاتفاق الذي ينص بتنفيذ نسبة الالتزام المتفق عليه عند نسبة 100% لتخفيضات الإنتاج وليس عند 150%. وقعت فرنسا وفيتنام على اتفاقيتين تجاريتين بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون أخرى في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والبيئة. ويأتي التوقيع على الاتفاقيات في مراسم شهدها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ونظيره الفيتنامي غوين شوان فوك، بهدف توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. حافظت أسعار الذهب على مكاسبها التي حققتها في جلستها السابقة، مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبيل نشر تقرير بيانات الوظائف الأمريكية. واستقر المعدن الأصفر عند نحو 1232.30 دولارا للأوقية. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% ليسجل 1235.10 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاتينو 1.1% ليبلغ 865.80 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2% ليسجل 14.72 دولارا للأوقية. كان هذا كل ما لدينا في أخبارنا الاقتصادية. عودة لسالم الرحبي وما تبقى من أخبار العاشرة. إلى اللقاء. رصد علماء اخطبوطا نادرا يطلق عليه اسم دامبو أثناء رحلة استكشافية في أعماق البحر لغواصة تسير قبالة ساحل كاليفورنيا. وكان علماء صندوق استكشاف المحيطات يستكشفون منطقة قريبة من بركان تحت الماء عندما مر الأخطبوط الذي يبلغ طوله نحو 60 سنتيمترا أمام كاميرا الغواصة نوتيلوس. وسميت هذه الفصيلة بذلك الاسم لأن لها زعانف ترفرف على جانبي رأس الأخطبوط تشبه أذني الفيل دامبو أحد شخصيات ديزني الشهيرة. ومن أعماق البحر إلى ساحة الرياضة مع عبد العزيز لوهيبي. شكرا سالم، أهلا بكم. يلعب في هذه الأثناء منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مباراته أمام نظيره المصري ضمن البطولة العربية 21، وتشير النتيجة حتى اللحظة إلى تقدم المنتخب المصري بشوط دون رد وبواقع 25-19. وكان منتخبنا الوطني قد كسب 3 مواجهات من المواجهات 4 التي خاضها في البطولة حتى الآن، وخسر مواجهة وحيدة كانت أمام المنتخب البحريني في الافتتاح. في دوري عمانتل لكرة القدم ولحساب الجولة 11 تغلب المتصدر ظفار على مضيفه مسقط 3-0 ليضمن بذلك صدارة القسم الأول. ظفار تقدم مبكرا في الدقيقة 8 بهدف معتز صالح، وعادل مسقط النتيجة برأسية المحترف قادر فال في منتصف الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم ظفار من جديد ومن ضربة جزاء سجلها المهاجم عدي خضر، والذي أمن النتيجة لظفار بهدف ثالث بتسديدة قوية لتنتهي المباراة بثلاثية لظفار مقابل هدف لمسقط. وفي مباراة أخرى تمكن مجيس من تحقيق أول فوز له في الدوري حين فاز على ضيفه صور بهدف نظيف سجله اللاعب عبد الرحمن عبد الله، ليصل مجيس إلى النقطة 5 ويظل صور عند النقطة 9. وحسم التعادل السلبي لقاء السويق مع الرستاق، الفريقان لم يفلحا في هز شباك أي منهما ليخرج كل فريق بنقطة وضعتهما في النصف الأسفل من الدوري. هنا عرضية من البلجيكي راسية.
نظم ترايثلون الشرق الأوسط وبدعم من وزارة السياحة صباح اليوم مسابقة الرجل الحديدي، والتي شارك فيها ما يقارب من 200 متسابق من مختلف دول العالم. المسابقة التي أقيمت على شاطئ القرم تهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة في المجالين الرياضي والسياحي. تعزيزا لمكانة السلطنة في المجال الرياضي والسياحي، وبتنظيم من ترايثلون الشرق الأوسط وبدعم من وزارة السياحة، ومن أجل إظهار عمان بأحلى حلة في شهرها المجيد، نظمت السلطنة على شاطئ القرم مسابقة الرجل الحديدي، والتي شارك فيها ما يقارب من 200 متسابق من مختلف دول العالم. ويعد السباق الذي يجمع أقصى ثلاث منافسات للقدرة والتحمل، وهي السباحة والدراجات الهوائية والجري، يعد السباق التحضيري للمنافسة الكبرى التي ستستضيفها السلطنة في شهر مارس من العام المقبل. المسابقة بدأت بالسباحة لمسافة كيلومتر ونصف في المنطقة الواقعة خلف فندق الانتر كونتيننتال بشاطئ القرم. بعدها انتقل المتسابقون إلى المرحلة الثانية، وهي ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومترا، حيث أخذ المسار المخصص للسباق المتسابقين في جولة حول أبهى المعالم الرئيسية في مسقط. المرحلة الأخيرة من المنافسة كانت الجري حول دار الأوبرا السلطانية وفندق الانتر كونتيننتال لمسافة 10 كيلومترات، حيث تمكن المتسابقون نواف الحسني وأيمن القاسمي ومحمد الشندودي من الفوز بالمركز الأول لفئة المجموعات، بينما نال البريطاني جوناثون جوردون المركز الأول في فئة الأفراد قاطعا السباق خلال ساعتين و14 دقيقة. وفي نهاية السباق قام سالم بن عدي العمري مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة بتتويج الفائزين في المسابقة. يلتقي بعد قليل الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي في القاهرة ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء العودة بتونس. بينما يتطلع الترجي الذي يخوض النهائي السابع في مسيرته الإفريقية يتطلع لتحقيق انتصاره الأول على نظيره المصري في مصر منذ أكثر من 7 أعوام، والعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة. وتعتبر مواجهة الأهلي والترجي النهائي العربي 13 في المسابقة القارية طوال تاريخها، لتضمن الكرة العربية مقعدا ثانيا في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات الشهر القادم بعد العين بطل الدوري الإماراتي. يستعد كاشيما إنتلرز الياباني على ملعبه وأمام جماهيره لمواجهة بيرسوبوليس الإيراني غدا السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ويأمل كاشيما في مواصلة تفوق فرق شرق آسيا، إذ لم يتوج أي فريق من غرب القارة منذ تفوق السد القطري على تشومبوك الكوري الجنوبي في نهائي 2011. ويسعى الفريق الياباني إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب. في المقابل يطمح بيرسوبوليس إلى كسر النحس الذي رافق أندية غرب آسيا وانتزاع اللقب القاري، مستفيدا من لعب مباراة الإياب على ملعبه. أخبار الرياضة انتهت، شكرا لكم، وعودة إلى سالم وما تبقى من أخبار العاشرة. تجليات بصرية عنوان معرض لفني لستة من أوائل الفنانين التشكيليين العمانيين. المعرض يحتوي على لوحات متنوعة من مختلف المدارس الفنية، ويستمر حتى 15 من شهر نوفمبر الجاري. رسالة المحبة والأمن والسلام تصيغها ريشة مجموعة من الفنانين التشكيليين في 40 لوحة لمختلف المدارس الفنية التشكيلية والتجريدية والحروفية. تنطبع على هذه الأعمال طابع البلاغة الكونية، يعني فيك أن تتلامس الكتابات المكتوبة على الجدران في أي مكان وفي أي زمان، يعني منذ العصر البدائي حتى تاريخنا هذا. وهذا المعرض بشكل عام
يشتمل على مجموعة من الأفكار والاتجاهات الفنية اللي الفنانون العمانيون يتعاملون معها بصيغة معاصرة. وفي هذه الزاوية أعمال فنية على شكل حروف تمثل إيحاءات مختلفة. العمل الفني هذا حروفيات سميته فيض السماء. واقعا هو كأنه فيض من السماء، فيض الله سبحانه وتعالى اللي هو نازل علينا بشتى الطرق. هذه المعارض تعتبر تغذية بصرية، كوني أنا أحب الفن ومتخصصة فيه، لذلك تساعدني هذه المعارض على اكتساب المعارف والخبرات واكتساب الخبرات المباشرة من الفنانين. اللون والحرف والتشكيل الثلاثي الأبعاد عناصر اشتركت فيها أفكار هؤلاء الفنانين من خلال هذا المعرض الذي عبر عن خلجاتهم بفضاءات دلالية ترسخ مواقف تحقق للذات الكثير من المنجزات لصالح الحضور الإنساني. معرض تجليات اثنين هو جملة من الأفكار التي تخص الواقع العماني والحضارة والبيئة في عمان، وهو خلاصة تجارب توليفية قائمة على مبدأ الأصالة والمعاصرة لأبرز الفنانين التشكيليين العمانيين لمختلف المدارس الفنية. صالح بن حمد الحبسي، بيت الزبير، مسقط. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. السلطنة والمملكة المتحدة تتفقان على إبرام اتفاقية دفاع مشترك لتأطير التزام دفاعي وتدريبي لتحقيق المصالح المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإنهاء العنف في اليمن وإجراء محادثات دون شروط مسبقة. طهران تؤكد قدرتها على إدارة شؤونها الاقتصادية بعد إعلان واشنطن عودة العقوبات الاثنين المقبل مع إعفاء 8 دول من الحظر النفطي. تركيا والولايات المتحدة تبدأان تسيير دوريات أمنية مشتركة في مدينة منبج بشمال سوريا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحية الزملاء في مركز الأخبار. في أمان الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. آخر الصور الجوية مشاهدينا، واستمرار تكاتف بعض السحب على وسط ومنطقة شبه الجزيرة العربية وأقصى شمال منطقة شبه الجزيرة العربية، مع استمرار فصل يطول بعض الأمطار ومتفاوتات الغزارة إلى أجواء السلطنة، حيث تبدو الأجواء مستقرة على باقي المناطق عدا أجزاء الشمالية للسلطنة. فرص لتصاعد الأتربة والغبار بفعل نشاط الرياح يكون واردة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. استمرار أيضا تدفق بعض السحب على الأجزاء الشمالية، واستمرار أيضا فرص لهطول الأمطار المتفرقة. السحب أو الأتربة المتصاعدة تكون حاضرة على محافظة مسندم والأجزاء الساحلية للسلطنة المطلة على بحر عمان. تفاصيل أكثر مشاهدي الكرام، وبداية مع حركة الرياح من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح عموما في مجملها تبدو شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة بحدود 10 إلى 15 عقدة و20 عقدة على مناطق جنوب الشرقية. هذا إلى متوسط الموج، أقصى ارتفاع له 1.5 متر، ورطوبة النسبية تتراوح ما بين 50 إلى 85%. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح عموما جنوبية شرقية أو شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلات السرعة بحدود 10 إلى 20 عقدة، والبحر هائج الموج. سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان تشهد رياح شمالية شرقية نشطة السرعة بحدود 20 عقدة، بالتالي البحر هائج الموج، أقصى ارتفاع له 3 أمتار، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 30 إلى 60%.
تفاصيل الأجواء للنهار القادم مشاهدينا، وبداية من العاصمة مسقط حيث بعض السحب تكون حاضرة والعظمى 28 درجة مئوية. في أرستاق مشاهدينا الكرام وبعض السحب أيضا تكون حاضرة واردة للنهار القادم والعظمى 29 درجة مئوية. في شمال الباطنة في صحار أيضا درجات الحرارة تبقى عند نهاية العشرين ضمن أجواء صافية ومستقرة. تطال أيضا هذه الأجواء محافظة مسندم في خصب ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 30. إلى شمال الشرقية في إبرة أجواء مشمسة للنهار القادم والعظمى 31 درجة مئوية وعند مطلع 30 على نزوة. في جبل شمس درجات الحرارة تصل إلى 10 درجة مئوية. 30 درجة مئوية على محافظة الظاهر وفي محافظة البريمي كذلك ضمن أجواء صافية ومستقرة خالية من السحب. إلى جنوب السلطنة ومحافظة ظفار وفي صلالة بعض السحب تكون حاضرة النهار القادم ودرجات الحرارة عند مطلع 30. كذلك والحال على تمريت مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب. على هيمة أجواء مشمسة خالية من السحب للنهار القادم والعظمى 32 درجة مئوية. المناطق جنوب الشرقية بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية العشرين على جزيرة مصيرة ضمن أجواء صافية ومستقرة. تطال أيضا هذه الأجواء الأشخرة ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية العشرين وعند مطلع 30 على ولاية صور ضمن أجواء صافية ومستقرة. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.